السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيراكم البنات؟ غاية لاباس الحمد لله. اليوم البنات جبت لكم وصفة المقروض، إن شاء الله يا ربي يعجبكم. الوصفة ناجحة 100%، وتبعوا معايا المقادير إن شاء الله يا ربي. نبدأ إن شاء الله بسم الله في السميد، مقادير تاع السميد. هنا عندي سميد، هنا خشين، شوفوا هذا السميد غليظ شوية. هنا غادي ندير 2 كيلو تاع السميد غليظ. انا غادي ندير هذا الكيله بغرفيه هذه، وانتم الكيله اللي عندكم بغيتو تكبروا بغيتو تصغروا. هنايا 3 كيلات بومبي هنايا تاع السميد، 3 هنا كيما هكا. راني غير مع هذيك الطلبيه تاع الحلويات، راني غير المقروض راني نكمل فيه. انا غادي ندير 2 كيلات. زوج كيلات هكا معمرين غايه. وهناش غادي نزيد معاهم كيلة سميد متوسط، هذا غليظ شويه، بغيت نزيد معاهم شويه متوسط باش يجينا ما يجيش هذه الكيلة الثالثه. هذا سميد متوسط ونخلطهم مع هنايا، ونخلطوا كلشي في لحظه هكا. هنا غادي ندير شويه تاع الملح، اي واحد نص مغرف تاع ولا مغرفه صغيره تاع قهوه، ماشي معمره بزاف ملح باش ما يجيش سامط. هنا راني دايره المارغرين، راني دايره كيله تاع مارغرين ماشي معمره. هنا دوك نزيد نبومبيها بالزيت، هنا ناقصه واحد 2 دوا هكا، ونزيد نبوم بها غاية بالزيت، نعمرها مليح بالزيت هكا. دوك نبداو نبسو فيها. نبسوها كاع مليح، دخلو كاع داك المغارين مع السميد مليح هاكا، حركوه مليح باش تشرب هاديك السوائل هداك الزيت و المغارين هاكا مليح هاكا، حركوهم متخلوش كاع داك السميد يلاه كلشي يدخل في كيما نقولو في بعضه بعض هاكا هاكا. هكا دروك دوك البنات شنو نديرو؟ دوك انا ما نخدمش بها دروك، انا ما نخليهش يبات ولا، خاطرش موالفه بيه نورمال نخدم بيه يا ربي يريح واحد نص ساعة ماكسيموم ساعة. انا دوك راني نغطيه ونخليه يريح واحد الساعة باش نخدمها ان شاء الله. هنا نرجعو للتمر، التمر تاعنا دروك انا هاد التمر معادش غادي درتها في هاديك الغرفية تاع الدهان هاديك، غادي نزيد له شوية ماركارين عليه باش يقعد طري، غير واحد النص مغرف تاع القهوة كيما هكا، ونعجنه بها هكا. ندخل فيه كاع داك المارغرين باش من الداخل كي ياكلو الحبة التمر ما يبش. وتاني كي يكون التمر اللي قلتلكم النوعية كيما قلت نوعية مليحة، هذاك اللي يجي طري، خاطش كاين هذاك اللي تشوه يابس، من بعد كي ديرو حبة تاع التمر كي تقسمو الحبة يقعد يابس، بصح كي تشوه حاجة هكا مليحة اللي تكون غالية ومليحة يقعد طري من الداخل. ديو له غير شويه تاع مارغرين، نزيد له هنا شويه تاع شويه تاع مازهر، رشه تاع مازهر. انا ما نديرش فيه قرفه، كل واحد ولوك تاعه. هاكا هاكا دوك نعجنها مليح، ندخل فيه كاع ديك المارغرين وندير حلبيش حلبيش نوجده باش عاد نبدا نخدم به هاكا. وهنا كي راه قاعد طري هاكا، دروك ندير حلابيش كيما هاكا ونغطيه، نبدا نعمر في المقروض تاعي. دروك البنات نبدا نخدم هنا، نقدر السميد تاعي بعد السميد مريح شويه، نقول لكم واحد ساعه نص ساعه كيما بغيتو، الوقت اللي يكون عندكم خلوه يريح.
دوك نقدر شويه تاع السميد كيما هكا في الكاس عام ندير شويه، ما تشمخوش كاع الشيات ديرو غير على حسب ما ت عجن. هنايا نعاود نعطي هذاك السميد تاعي. هنا عندي راني دايره هنايا كلا ما وما زهر راني مخلطتهم. هنا نبدا نشمخ غير بشويه كيما هكا هكا، ونبدا نلون هكا. هنا الشيرات على هذا لكم زدت هذيك الكيله تاع السميد المتوسط باش ما يقعدش يتفتت لي المقروض، يجي قاعد بروحه يجي مبسس مليح بصح يقعد قاعد بروحه، خاطر تكون دير كاع داك السميد الغليظ يجي يتفتت لي ما يجيش شباب ما يجيش ناجح. وكي يكون السميد الشباب ما ديروا السميد الغليظ. انا هذا شويه شكيت فيه يبان الشباب بصح خفت منه، قلت له نزيد له هذاك هنا شويه مازال نزيد له شويه تاع ماء، هنا شويه تاع ماء شمخوه شويه مليح ما تخلوش باش ما ينحلكمش في المقله. هاك 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 غير بصباح نحلو كيما هاكا هاكا. هاي هذاك هو دروك نبدا نحل الحلبوش تاعي. هنا نقسمه نخدمو غير بشوية ما نخلي هذا على جهة وهذا نخدم به هكا. نحل هنايا هكا لي صباعي يحلو غاية هنا. عندي داك التمر اللي حربشتها هو لهنايا ندير هنايا في الله هكا ونبلع. هكا بلعو مليح وقلبوها كيما هاك وزيرو مليح هكا هكا. انا البنات هنايا قلعت القصعه جيناتني شويه، انا نخدم في الطابله تاعي كيما هكا خير هكا الكوبات سقموها. عندي الطابع هذا تاع القروض، هذا الطابع انا نخدم به تاع بكري يجي شباب. نبداو نقطعو كيما هكا، على قدكم قسمو حبه مت باش يقعدو لكم ما يقعدو لكمش الزوائد بزاف هكا وزيري غايه هكا زيري مليح مليح باش يبانو هذوك الرشيم تاع الطابع. وهنا نقدر بخدمي هنايا هاد الخدمي كيما هكا ولا الموس هكا ونقلع دوك الزوائد هكا هكا. هكا نقلعهم ونوخرهم ونخليهم بعد نزيد نعجنهم مليح هكا. هاد لاكوبات تساعدكم غاية في الخدمة تاع المقروض، نبغي نخدم بها المقروض تجي غاية تساعدني غاية هكا. شوفوا هنا كي جات نيشان حبة مليحة متوسطة، ما هي صغيرة ما هي كبيرة، تجي حبة متحوفة شابة. هنا نبدا نقطع، تبغوا تقسموا بلا كوبات نبدا نبغي نقسم بالخدمي انا كي تاع بكري هكا هكا. تبعوا هنايا هذاك على حساب الرشيم تاع الطابع تاع المقروض هاكا هاكا. نردوها غير بشوية هاكا، شوفوا البنات كي شابة نوخروها على جهة هاي.
دوك انا نكمل البنات بنفس الطريقه، نكمل كاع المقروض تاعي كيما نخدم فيه ونعاود نرجع معكم باش نكمل ان شاء الله يا ربي. هنا نزيد معاكم نخدم البنات، نعاود نحل هذاك الحبوش الثاني، راه هنا راه شويه نشفلي. هنا نزيد لها غير رشه تاع الموموس، غير رشه، متكثرولهاش رشه باش كيما قلت لكم ما يضرش ما يتفتتلكمش في المقله هكا. هكا صعيب دروك، والماء البنات والماء زهر ما نجمش نعطيكم العبر تاع هي، كي تشوفوا العجينه جات كيما هكا عطوها حقها تاع الماء وما زهر، ماشي تخافوا تقولوا لا دوك كنا خويا الجينه يابسة وما يجيكمش يابس، راه مبسس مليح. كي تبعوا المقادير زعما تبعوا نفس الوصفه اللي عطيتها لكم ولا الاخر، المقادير تجي مضبوطه يجيكم نيشان، شوفوا عطوها حقها تاع الماء وصاي وما زهر، هذا ما كان باش ما يجيكمش. نحلو كيما هكا، نحلو ديرو له نديرو داك التمر هكا، نقلبوه كيما هكا وقعدوا تحبشوا فيه هكا. غير بشويه باش ما ينحلكمش بالعقل، وتخرج لكم حاجه شابه ان شاء الله يا ربي. هكا نبغي ندوره كيما هكا ونسقمه هكا، نعاود نقلبها هكا. نتكيت نحل شويه معليش، نطلع الطامه تاعي ونزير به كيما هاك. هنا راني دايره حلبوش كبير، غادي ندير على زوج خطرات هاكا، زيرو مليح هاكا، نزيدو هنا تبعو مع هاد الخط وزيرو كيما هاك. نقلعو هدوك الزوائد، ونقطع كيما هكا، هادي حبة صغيرة معليش، شوفو البنات، هكا ونحط هنايا، نديرهم على جهة ونخليهم. انا البنات دوك نكمل كاع المقروض تاعي، نقطعه ونوجده ودوك نشوف. انا دوك المقروض ما نقليش دروك، دوك انا نسيح حبه، نسيح حبه لا شو تحل لكم في المقله بدا يتفتت، زيدوا عاودوا زيدوا له شويه تاع الماء والماء زهر، الا شتوه قعد هكا حبه ما نحلش كملوا. هذه هي دوك انا نكمله، دوك نوريكم كي نبدا نقلي فيه نسيح حبه باش نكمل، ما نكملهاش دروك. هنا صاي البنات راني بديت نقلي، شوفوا هنا راني سي كيما قلت لكم، انا سييت الحبه الاولى هنايا مازال ما نحلتليش، كيما قلت لكم سيوا الحبه الاولى لا شتوها ما نحلتلكمش كملوا طيب. انا راه جاني نيشان، شوفوا هنا المقروض تاعي كي راني نقلب فيه ماشي تفتت لي هكا، ديروا نار متوسطه هكا وقلبوا، شوفوا هنا كي تشوفوا بدا يتحل هكا حبسوا، عاودوا زيدوا له غير شويه تاع الماء والماء زهر. انا دوك نقليه كاع نحمره غايه، وهنا راني دايره العسل البنات راني خادمته هنا، راني مدفياته شويه باش ما باش ما يبسليش، دفيته شويه باش دوك نقلع المقروض منه وندير عليه العسل. دوك انا نحمرهم غايه الغايه ونرجع تشوفوني كي ناكلهم. صاي البنات المقروض نتاعي شوفوا هنا راه طايب، شوفوا هنا كي جا الشباب راه دوغي، طيبوه شويه غايه مليح باش كي يجيكم طايب مليح، والنار توجور اللون ونديرو هنا في العسل ديرو ديريكتومون كيما هكا من المقله ديريكتومون للعسل هكا، حطو هكا وخليه يشرب هكا.
هكا ودخلوه في الماء كي يشرب العسل وخلوه. تقلعوش سمتم كي تديروا المقله زاوجه وتبغوا تقلعوا الاخر. صاير البنات شوفوا هنا المقلوب تاعي كي راه يتعسل، خليه يتعسل غايه الغايه باش تنحوه. انا دوك نكمل المقلوب تاعي نقليه ونعسله وتشوفوا معايا ان شاء الله من بعد في صحن التقديم. صاير البنات المقلوب تاعي راني كملته، شوفوا هنا قليته وعسلته. هنا شوفوا هنا دوك انا كي نكمله ما نمدهش للزبونه كيما هكا، دوك نعسل التعسيله الاولى. كي تبغي تديه ثاني نزيد نعسلها تعسيله زاوجه. هذاك العسل الاول غير اللي يشربه المقروض، وهذاك الزاوج يقعد من الفوق هكا هكا. نعسلها كاع مليح هيا. هنا كيما قلت لكم البنات كيما وعدتكم طلبيه تاع كيما قلت لكم راني نوريها لكم. هنا هذا هو الكريوش عفوا اللي كملته، هذا راني حاطاته في القناه ما صورته لكمش، راني صورته في الفيديو تاع الوالد تاعي. وهذا السيغار ثاني راني حاطاته ثاني ما صورته ما درتهاش فيديو بس راني حاطاته ثاني في القناه. هذا اللي درتها عمرتها بالنسلي كراميل اللي خدمتها معكم التاليه هذه. وهذا التشارك هنايا، هذا هو التشارك ثاني هنايا دوك هنا هذا وين كملناهم، خاطرش غدوه ان شاء الله الصباح تجي تديهم. وهذا الصابلي هنا مازال ما كملتش الصابلي، قلت لها قالت لي بنتي ما تبقاش تصوري، قلت لها لا نوريه لهم باش صابلي مازال ما نسكرهلاش حتى غدوه ان شاء الله. هذا شوفوا اللي درت لكم فيديو هنا، شوفوا هنايا على قلت لكم كي تبغى تدي زبونه الكاطو تاعها تمتم ديروا له السكر تاعه وكلاصاج تاعه ومدوه باش يقعد شباب ويقعد مزين مليح. هذه هي هنا دوك نوري لكم المقروض نكتب لكم حبه تشوفوها. هنا شوفوا البنات كي راه طري جا ما شاء الله، شوفوا كي راه نشوفوا كي راه يتفتت جا روعه. هذه هي وهنا ما بقى لي غير نقول لكم الشيرات، ما تنساونيش الفيديو جامل لا فيديو راني عيان راني نهضر راني غير نهضر غير بشويه عييت. ما بقى لي غير نقول لكم جامل لا فيديو، واللي ماهيش مشتركه في القناه ودخلت وعجبتها القناه تاعي دير اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلها يوصلكم كاع الجديد تاعي. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم وقاعوني الفيديو الجاي. مع السلامه.